قبل ما اكلمك عن النادي الاهلي، عايز اكلمك عن جمهور النادي الاهلي والملحمه الحقيقه الكبيره اللي عاملها جمهور النادي الاهلي حتى الان في حجزه لتذاكر مباراه كاس العالم للانديه. في المباراه الثانيه للنادي الاهلي هيكون طرفها انتظارا لمن سيفوز من اتحاد جده والفريق النيوزيلندي اوكلاند سيتي، والاقرب طبعا اتحاد جده. ولكن ملحمه كبيره جدا بتعلمنا قد ايه ان هناك جمهور يساند، هناك جمهور بيدعم، هناك جمهور في كل المواقف انت بتتسند عليه. اكيد جمهور الاهلي غير اي جمهور، واكيد شعبيه الاهلي في كل حته غير اي حد. صحيح. انت عندك في السعوديه لو قلت مثلا في نقول مثلا مليون، مثلا مليون مغترب، مغترب اعتقد هيبقى على الاقل منهم 450. انت عارف يعني ايه النهارده في حته متشهره كده على تويتر، انت رقم 173 الف منتظر، رقم 173، عارف يعني ايه واحد بينتظر؟ لا ده دلوقتي مليون ونص. طيب يعني انا الارقام انت عارف دلوقتي يعني قبل ما اخش بنص ساعه. اوكي بس يعني انت متخيل يعني ايه في الانتظار؟ تفضل قاعد قدام اللابتوب بتاعك او تليفونك لغايه تيجي 173 الف، وفي ناس بتقعد وبيجي لها. صحيح. فانت شوف بقى، انت بتعمل بهجه عند الجمهور وانت رايح السعوديه، بالذات دول الخليج بتعمل للجمهور اللي هناك المغترب بعيد عن مصر، بيبقى حابب يشوف حاجه من ريحه مصر. ويا سلام بقى لو ريحه مصر جت في النادي الاهلي، ده يعني مش عايز اقول لك. فاكيد جمهور النادي الاهلي في كل حته يعني مكسر الدنيا. انت في النمسا واحنا في الاهلي في المعسكر اللي فات ده، ونشوف الجمهور اللي جه في الماتش الودي وزعوا الماتش، صحيح يعني عمل مخالفات ما كانش هو المفترض، ماشي ما كانش المفترض، ولكن من حبهم في النادي عايزين يوصلوا للناس صوره عامله ازاي. انت متخيل لما مثلا يجي لك 400 واحد 500 واحد في النمسا، اللي جاي من المانيا واللي جاي من سويسرا واللي جاي من هولندا كله. ليه؟ لان صحيح النمسا متوسطه بلاد كتير، ولكن انت ما تفكرش في كده بس، انت فكر في كميه مسافات السفر اللي انت بتسافرها. الماتش اللي فات بتاع اللي كان بيتلعب في الطائف، اعرف حد من الدمام، ومن الدمام للطائف حوالي مثلا 1000 كيلو. اوف. 9 ساعات ونص رايح وتسع ساعات ونص جاي بالعربيه عشان يتفرج على خسر النادي الاهلي، بس هو فرحته بتواجده في مباراه للنادي الاهلي يتفرج عليها النادي الاهلي بالدنيا كلها. فاعتقد يعني مش محتاجين نتكلم على جمهور النادي الاهلي، لان عصب النادي الاهلي في ادارته وفي لعيبته وفي جهازه، عصب النادي الاهلي جمهور. هو جمهوره حقيقي. فيعني مش محتاج ان انا اتكلم على جمهور النادي الاهلي اللي يتشال على الراس من كل في كل وقت وفي كل زمان.